فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غطاب. رضيت انت؟ شكون انت؟ شكون؟ لا انا لا أرى. لا من سعداتي، سعداتي انا احب هذا، هذا من علامة فضلي ان انت لا ترضى عني. واذا اتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي باني كامل. هكذا يقول متنبي. فليتك ترضى، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إخلاص، هذا هو، هي هذا الإخلاص، يعني أنت تعمل لله، تحب أن الذي يراك بنظر راض هو ربك، سواء ترتب على هذا سخط العباد أو رضا العباد. أنت رضيت عني، إذا الله يدخلني الجنة، وأنت سخطت علي، إذا الله يدخلني النار. إذا رضاك وسخطك عندي سواء. يقال ذكر في السيرة، ذاك الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إن مدحي زين وذمي شين. فيقولون في السيرة هذا الكلام: ذلك الله. تدرون ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم له إذا صح هذا؟ يعني هدم عليه الهيلمان الذي وضعه لنفسه. إن مدحي زين وذمي شين. لست أنت، الله هو الذي مدحه زين وذمه شين. أنت ذم وامدح ذاك الذي أتى فقال لك، قاله: سأذمك ذما يدخل معك قبرك. فقال له: معك يدخل لا معي. عملك أنت اكتبوه وما يدخل معك أنت، ما أصنع أنا. يعني هذا عقل سليم، عقل فهم تنور بنور الكتاب والسنة، فما يقيم. يعني الناس الآن تتحارب، تعذب نفسها العذاب المبين ليراني فلان بنظر رضا. واش هذا أهمية أعطيتنا الفلان؟ يعني ما هي أهميتك عندي حتى أتعنى فيك لكي تراني بنظر رضا؟ ما قيمتك عندي أنت أصلا؟ ما شنو هي؟ شنو أنت؟ ثم لا أبالي أن يراني الله بنظر رضا، هذا لا أباليه. ما هذه الأفهام المعكوسة؟ لا، أنا يرضى عني الله وأنت وأنا أعلم. كما قال أحد رجل العلماء: يعمل لي وجه واحد يكفيك كل الأوجه. أعمل لي وجه واحد يكفيك كل الأوجه.